السيام جنة، السيام جنة، موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على أمواج الحياة فام. السيام جنة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. مستمعي ومستمعات إذاعة الحياة FM، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله تعالى لنا ولكم أن يتقبل منا الصلاة والصيام والقيام، ونسأله سبحانه وتعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. هذه حلقة جديدة من حلقات الصيام جنة، وهذه الحلقة عنوانها التقوى أو تقوى الله. ومعكم في هذه الحلقة الشيخ المنذر العلاني الغني عن التعريف، ويسعدنا ويشرفنا أن يحضر معنا هذه الحلقة، ومعنا الشيخ محمد شفرة أيضا إمام خطيب، ومعروف الأخ المنذر العلاني إمام خطيب بجامع الحبولي، جامع سيدي غيث وجامع عقبة. فالشيخ منظر مرحبا بك. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته محمد وكل الساده المستمعين. نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا الصيام والقيام وسائر الاعمال، وربي يجعلنا عند حسن الظن ان شاء الله. امين امين. بارك الله فيك الشيخ محمد، مرحبا بك. مرحبا بك سي خليفه، مرحبا سي منظر وكافه الساده المستمعين على موجات الحياه FM. ربي يبارك فيكم وربي يتقبل منا الصيام والقيام ان شاء الله على احسن حال. امين يا رب العالمين. حديثنا اليوم إن شاء الله عن التقوى. تقوى الله بطبيعة الحال هي أساس كل شيء، هي خير حافظ للمسلم من الوقوع في الذنوب والمعاصي، وهي كما هو معلوم هذه طريق إلى النار. وتقوى الله هي خير ما يتزود به المسلم في حياته الدنيا من كل سوء، تقيه من كل سوء في زمن الفتن والشهوات واللذات، وفي زمن في الحقيقة كثر فيه المضللون والمضللات. وتقوى الله هي خير الزاد الذي يتزود به المسلم إلى الآخرة. وجاء القرآن العظيم حاثا أهله إلى الالتزام بتقوى الله، والآيات كثيرة في ذلك، منها قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومنها أيضا قوله تعالى: يا أيها الناس، وهو خطاب موجه إلى كل العباد: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقوله تعالى: وهذا الخطاب بطبيعة الحال بالنسبة للتقوى جاء بها الأنبياء، والله تعالى أمر بها كل عباده وأرسل بها رسله عليهم الصلاة والسلام، في قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، في قوله تعالى أن هذه التقوى جاءت لكل العباد، قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقوله تعالى بطبيعة الحال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. هذه والآيات في ذلك كثيرة. وجاء في الحديث الذي رواه الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن.
وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. التقوى الحديث فيها كثير شيخ منذر، ولها معاني ربما، ولها مفهوم لابد أن يعرفه كل مسلم. فما هي التقوى في شرع الله تعالى، وكيف يمكن أن يكون المسلم تقيا؟ فضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك سيدي خليفة على هذا التقديم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق فينا كمال التقوى كما يحب ويرضى جميعا. والله في الحقيقة التقوى العلماء عرفوها بتعريفات متعددة. من هذه التعريفات ما ذكره بعض أهل العلم بأنها وقاية الإنسان نفسه عما يضره في الآخرة. يعني فما شكون يعرف التقوى ايش يقول؟ التقوى هي وقاية. وإحنا لما ننظر لأصل العبارة، لما نقول اتق الله يعني خاف ربي سبحانه وتعالى. فالتقوى أن تجعل بينك وبين الله أمور تحجزك عن أن تقع في المحظورات وفي محارم الله عز وجل، وهذا معنى الوقاية. ولما يقول احنا نتكلم في شهر رمضان وقلنا الصيام جنة، ايش معنى الصيام جنة؟ يعني هو وقاية. يعني الجنة هي في الأصل تطلق حتى على الترس اللي يلبسه الجندي عند القتال حتى يحفظ نفسه من السهام أو من النبال أو من الطلق الناري كما هو في الاستعمال الحديث من الآلات الحربية. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول الصيام جنة، يعني وقاية. لماذا؟ لأن الذي يتلبس بالصيام يولي أكثر حفظ للسانه، وأكثر حفظ لبصره، أكثر حفظ لعينيه، إلى غير ذلك. فالتقوى فيها هذا الجانب، ولذلك ربي قال يا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم. فمن أهم الأمور التي توصل الإنسان إلى تقوى الله عز وجل هي الصيام. الصيام هو وسيلة إلى الصيام. ولذلك لما جاءوا العلماء يعرفوا في التقوى إيش قالوا؟ هي وقاية الإنسان نفسه عما يضره في الآخرة. أن الإنسان يكون عنده علم بشرع ربي سبحانه وتعالى فيما ينبغي أن يفعله وما ينبغي أن يتركه. علم هذا يورثه خشية، وهذه الخشية تحجزه عن العصيان وتحمله على طاعة المولى سبحانه وتعالى. وبعضهم عرفها وهو تعريف مشهور، البعض ينسبه إلى سيدنا علي رضي الله عنه، يقول أن التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. كلمة هامة. نعم نعم، يقول التقوى هي العمل بالتنزيل. يعني شكون الإنسان اللي هو يتقي ربي سبحانه وتعالى؟ هو اللي يعمل بكل ما أنزل الله، سواء في جانب الأمر أو في جانب النهي. العمل بالتنزيل والرضا بالقليل، أن الإنسان يرضى بما قسم الله له. قناعة. نعم، القناعة. لأنه الإنسان إذا كان مرضاش بالمستوى اللي ربي سبحانه وتعالى أكرمه به حسا أو معنا، يولي ساخط على قضاء الله وقدره، وهذا يخرج على امتثال أمر الله، فيكون بعيد عن التقوى. إذن هي العمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. أنه الإنسان يعني يكون كما قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إذن التقوى هي العمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذه من الخوف من الجليل. والخوف من الجليل سبحانه وتعالى. نعم، أن الإنسان يكون يخاف الله عز وجل في سره وجهره. هذا معنى من المعاني. ثم بعض العلماء يقولوا أن التقوى لها مراتب. شنية هالمراتب هذه متاع التقوى؟ قالوا المرتبة الأولى متاع التقوى هي ما يقي به العبد نفسه من العذاب المخلد في نار جهنم، وهو الإيمان. بدليل أن ربي قال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فالإنسان إذا شهد أن لا إله إلا الله بقلبه وبلسانه فهي كلمة تقي العبد أن يكون مخلدا في الآخرة في نار جهنم.
فهذه أول مراتب التقوى، تقوى الله عز وجل، أن تؤمن به، أن تؤمن بأنه خلقك وخلق هذا الكون. فإذا هذا المعنى الأول للتقوى، إذا هي التقوى من العذاب المخلد اللي هو يكون بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. المرتبة اللي هي أعلى منها هي تجنب كل ما فيه إثم من فعل، أو سواء كان صغير أو كبير، يعني الإنسان يتجنب كل ما نهى الله عز وجل عنه، يعني أن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى ويتجنب نهيه سبحانه وتعالى، يعني أن هو يمتثل طاعة ربي، يعني لأن الله سبحانه وتعالى له أوامر، الأوامر هذه إما افعل أو لا تفعل. ولذلك سيدي بن عاشر لما تكلم عن التقوى يقول رحمه الله في المتن متاعه المشهور، يقول: وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بذا تنال، فجاءت الأقسام حقا أربعة، وهي للسالك سبل المنفعة، يغض عينه عن المحارم، يكف سمعه عن المآثم، كغيبة نميمة زور كذب، لسانه أحرى بترك ما جلب. يعني شوف هنا سيدي رحمه الله، رحمه الله، شفت محلاه كلام سيدي بن عاشر، هذا كانوا الصبيان يحفظوه في الكتاب، يعني عمرهم 6 و7 سنين يحفظوا هالأبيات اللي فيها هالحكمة والتربية هذه. معنى نرجع سيدي بن عاشر يقول: وحاصل التقوى اجتناب وامتثال. شنو معناها نخاف رب؟ أني أمتثل أمره في قوله افعل أو لا تفعل. فحاصل التقوى اجتناب وامتثال في الظاهر والباطن، لأنه أنا باش نمتثل أمر ربي ممكن أمتثله في الظاهر وفي الباطن ممكن نعصي، ممكن في الظاهر قدام الناس نقطع الطعام والشراب، وممكن لا سمح الله في خلوة نلقى ماء بارد وطعام شهي نأكله بعد نخرج للناس. فإذا أنا لم أمتثل أمر الله في الظاهر والباطن هنا، وأنا ما امتثلته في الظاهر خوفا من أعين الناس، ويعني لم أتق الله في الباطن لأني إيماني ضعيف لا سمح الله إذا الإنسان يفعل هذا. فامتثال أمر ربي في الظاهر والباطن هيك هو التقوى، ثم اجتناب نهيه كيف كيف في الظاهر والباطن، لأنه لا ينبغي أن يكون العبد يظهر التقوى أمام أعين الناس، أن يظهر روحه تقي وإذا خلى بنفسه انتهك حرمات الله والعياذ بالله. ولذلك قالوا أن الآية في قوله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعني مما ينسب إلى سيدنا عبد بن الله بن عباس رضي الله عنه، قال: هذا الرجل يكون في جمع من الرجال وتمر بهم المرأة الحسناء، فيخشى أن يلحظوه أنه يريد النظر إليها فيسترق النظر منهم لكي ينظر إليها، يخشى الناس. قال: هذا ربي سبحانه وتعالى يعلم هك الخيانة هذيك اللي هي في ظاهرها نظر عابرة، ربي سبحانه وتعالى يعلم سره، هو عليش لفت نظره لهنا ولا نظر في هذه الجهة. فالله سبحانه وتعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. آخر نقطة نختم بها الجانب هذا، هو قالوا المعنى آخر من معاني التقوى هو، يعني بعد ما كملنا تو كلام سيدي بن عاش، التقوى في الظاهر والباطن في جانب الامتثال وفي جانب الترك، يولي 4 أقسام. نعم، وإحنا أخذنا 3 أقسام الكبيرة الأخرى، قلنا كلمة التقوى اللي هي التقوى لكلمة التوحيد اللي تخرجنا من الكفر إلى الإيمان، بذلك نتقي أن نكون مخلدين في نار جهنم، نسأل الله أن يعيذنا منها جميعا. والثاني هو تجنب، يعني امتثال أمر ربي في الظاهر والباطن اللي جبنا فيه كلام سيدي بن عاش اللي قسمها 4 أقسام. آخر نوع من التقوى اللي هو أن ينزه العبد قلبه عن أن ينشغل بغير الله. هذه مقام أهل الإحسان. مقام أهل الإحسان. درجة عالية. درجة عالية. ورب سبحانه وتعالى أشار إليها بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ولذلك لما نزلت هذه الآية اللي تشير إلى هذا المقام، مقام الإحسان، أنه ما يكونش في قلبك شيء أعظم أن يتعلق به قلبك أعظم من تعلقك بالله سبحانه وتعالى. لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، شقت الآية على الصحابة وذهبوا إلى رسول الله يبكون، قالوا: يا رسول الله، ومن منا يستطيع أن يتقي الله حق تقاته؟
فأنزل الله عز وجل قوله فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا رحمة الله رحمة ربي سبحانه وتعالى. فهذه يعني من المعاني التي ذكرها علماؤنا في جانب التقوى. بارك الله فيك شيخ، حقيقة كلمات تدخل إلى القلب وتشرح الصدر، لأنها من كلام الصالحين من كلام الصالحين، ونسأل الله تعالى وأهل العلم أن نقتدي بهم وأن نعمل بهذه النصائح وهذه الإرشادات اللي تهم المسلمين خاصة في الوقت الحاضر. شيخ محمد سيدي، عندك إضافة فيما يتعلق بتعريف التقوى؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحقيقة نسي منذر توسع من يعطي الصحة في المفهوم ما شاء الله، لكن أنا حبيت نضيف قولة لطلق بن حبيب. نعم. قال إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. نعم. قالوا وما التقوى؟ قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ما شاء الله. من يشوف سيد طلق بن حبيب رضي الله عنه أش أعطى مفهوم التقوى. ساعة قال إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. والفتن لا تحصى ولا تعد، كما هو معلوم أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقع الفتنة كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مسلما ويمسي كافرا ويصبح كافرا ويمسي مسلم. معناه الفتنة لا يخلو منها زمان. المؤمن الحقيقي اللي ربي بحول الله يحفظه في هالفتنة ذي، قال فإذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. قالوا وما التقوى؟ قال أن تعمل بطاعة الله، كما كان يبين سي منذر أنه أول أمر في التقوى من علامات التقوى هي طاعة الله عز وجل. ما نجمش إنسان يكون بعيد عن الفرائض، ما يصليش ما كذا ويقول أنا من المتقين. معنى ذيك أسس لا غنى عنها. على نور من الله، إيش معناها على نور من الله؟ أن يكون على بصيرة. يجي إنسان كيف مش يعمل الأوامر مما ما أمره الله به، تكون ذيك شرح حاله رب العزة، أي أنها مباحة من قبل الله عز وجل ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. وشنو الغاية متاع الأعمال ذي؟ وأن تترك معصية الله على نور من الله. كيف كيف؟ ما يجيش الإنسان يقول أنا من عرش الأمر ذاك محرم وإلا ممنوع وإلا كذا، يلزم يكون فما علم ومعرفة بالعلم الشرعي. على نور من الله تخاف عقاب الله. حتى أنه زاد سيدنا عمر رضي الله عنه سأل في ذات مرة، سأل أبي بن كعب رضي الله عنه فقال له ما التقوى؟ فقال أبي يا أمير المؤمنين أما سلكت طريقا فيه شوك؟ قال نعم. قال ما فعلت؟ شوف المثال باش يبسط سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يبسط بمفهوم للصحابة رضي الله عنه مفهوم ملموس بالتقوى. قالوا مشيتش مرة في طريق فيه شوك؟ قالوا نعم. قالوا ما فعلت؟ قال عمر أشمر عن ساقي وأنظر إلى مواضع قدمي وأقدم قدما وأؤخر أخرى مخافة أن تصيبني شوكة. قالوا انظر رد بالي كيفاش نحط نهز رجبين نحط رجلي وين نرفع الرجل الأخرى خشية أنه تصيبني شوكة. فقال أبي بن كعب تلك التقوى. هذه هي التقوى. حذر. الحذر. ما يغضب الله. ما يغضب الله. عندك عاد. لك. ما شاء الله. معنى جميل. ما هو بعض العلماء في هذا المعنى. أيوة. وهذا ذكره ابن رجب الحنبلي في شرحه للأربعين النووية. نعم. هو في كتاب يعني جيد اسمه جامع العلوم والحكم، وهذا الكتاب أنا أنصح أن يكون موجود في كل بيت. يعني لأن الأربعين النووية هي أحاديث جامعة للآداب وللأخلاق. جمع سيد الإمام النووي رحمه الله، وسيد ابن رجب الحنبلي أضاف عليها 10 أحاديث أخرى فصارت 50 وقام بشرحها. ذكر هذه الرواية اللي ذكرها توسي محمد متاع التقوى، قال له هل سلكت طريق شوك؟ وبعدين جاب أبيات، قال أنه أحد العلماء نظم هذا المعنى في أبيات شعرية. إيش يقول خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى. نعم.
واصنع كماش بين الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ما شاء الله. قل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى. شنية تقوى رب؟ أنك تبعد عن الذنوب الصغائر والكبائر. تقولش هذه ما يسالش، هذا ذنب معناها ما عند ربي ما وش كبير ما يسالش. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوم من الأيام لما كان في جمع من الصحابة وأرادوا ذبح شيط باش يتغداو، واحد قال علي ذبحها وواحد قال علي سلخ، سيدنا رسول الله قال وأنا علي جمع الحطب. اختار المهمة الصعيبة صلى الله عليه وسلم، كان لا يريد أن يتميز عن أصحابه. فلما جاء بالحطب أخذ يضعه عودا عودا، الصحابة تعجبوا يعني يجيب الحطب ويحط الكل يرميه واحده ويشعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعماله كلها تربية تربية. بعد أن قام بهذا الفعل بقي يضعها عودا عودا حتى لين صارت كوم باش يشعلوا بها ويطيبوا بها. قال لهم التفت صلى الله عليه وسلم، هذا مثال حسي حتى في برامج التعليم الحديث. نعم. يعني هذا بيداغوجيا في التعليم صلى الله عليه وسلم، يفهم أكثر ويرسخ. نعم. صلى الله عليه وسلم قال لهم إياكم ومحقرات الذنوب فإنها تجتمع على أحدكم حتى تهلك. أو كما هكا تغذر لها عودة مع عودة حتى لين ولد كوم. فهكذا العبد إذا لا ينبغي أن يحتقر الذنوب. وإذا كان قال في الأبيات خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش بأرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. الجبل شنو هو؟ الحصات بالحصات حتى تولي جبل. نعم. وهذا يا شيخ بارك الله فيك، احنا عندنا توا خاصة في وقتنا توا برشا ناس كتقول له هذيك ابعد عليها ولا كل حاجة، يقول لك هذه ماي مكروهة. مكروه يعني كأنه المكروه ما يسالش. نعم. وإذا كان مكروه ومكروه وغيرها وغيرها زاد كيف تولي. نعم. تضعف الإيمان. نعم. تفضل تفضل. هذا شوف سي خليفة بارك الله فيك، يعني ذكرتني هذا في معنى أنه من معاني التقوى الورع. الورع يعني الورع. ولذلك جاء في الأثر لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة الوقوع فيما فيه بأس. يعني هذا من شبهات ولا يعني حاجاتك. يعني لا يبلغ العبد يعني ما يوصل الإنسان إلى مرتبة المتقين إلا ما يترك ما لا بأس به، يعني يترك جزء من الحلال خوف الوقوع في الحرام. والصحابة رضي الله عنهم قالوا كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نترك 9 أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام. الله. تو معناه الناس يترك يدخل 9 أعشار الشبهات. يقولك ما دام ما فيش نص صريح يريد أن يفعل ذلك الشيء. معناه شوف لهنا المعنى. والنبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا لأنه كذلك من معاني التقوى الابتعاد عن الشبهات. الشبهات. حديث النعمان بن بشير. نعم. اللي قال صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. تلقى العلماء بيدهم مختلفين، هذا يقول حلال وهذا يقول حرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني احفظ دينه واحفظ عرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يعني إذا كان أدخلت على نفسك أنك تقع في الشبهات راك يقينا ستنزل في الحرام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه مثال حسي، شوف هذا كيما مثال الحطب، هذا من أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم والتربية. والسلام. قال كالراعي يرعى حول الحماء. نعم. واحد عنده قطيع متاع أغنام بجنبه أرض جاره كلها معناها خضرة وزرع وكذا، إذا كان باش يقعد هو يرعى قريب للحدود متاع جاره ما يضمنش هو يغفل يدخلوا الأغنام متاعه ويأكلوا من جاره. قال كالراعي يرعى حول الحماء يوشك أن يرتع فيه. ثم اش قال صلى الله عليه وسلم ألا إن لكل ملك حماء. كما في الدنيا كل ملك عنده حدود اللي تعديله توا حتى الجو متاعه مش الأرض متاعه يجيك شهاب إلا بالإذن. إلا بالإذن. قال ألا وإن لك فما بالك بملك الملوك جل جلاله. ألا وإن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله محارمه. معنى حدود ربي هي محارم الله. رب قال تلك حدود الله فلا تقربوها. قال تلك حدود الله فلا تعتدوها. أو كلا تعتدوها يعني الحد ما تفوتوش. ولا تقربوها هذا يمشي مع معنى الورع. يعني الحد بيده ما تقربلوش، يعني أن تجعل
جانب من الحلال أيوة. اللي ممكن يخليك تقع في الحرام تبتعد عنه. نعم. ولذلك لما حرم الله الزنا ما قالش لا تزنوا، قال لا تقربوا الزنا، فحرم المقدمات التي قد تؤدي إليه، وهذا من معاني الورع اللي هي من معاني التقوى. بارك الله فيك يا شيخ. أنا نضيف إذا كان تسمحوا قولا نسبت لابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن يقول في حديثه عن التقوى: تقوى الله هي أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هذا مفهوم التقوى. ما شاء الله. احنا توصلنا الى عنا فاصل توا، فنذهب الى الفاصل وسنعود ان شاء الله بعده ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. ايها المستمعون، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. من جديد عدنا الى الحلقه الخاصه بالتقوى، وكنا شرحنا لكم ما يتعلق بمفهومها. لكن سؤال مش نوجهه للشيخ منذر إذا كان تسمح شيخ، هو احنا عنا من واجب ربما هذه الأمة لكل مسلم من هذه الأمة أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فهل يجب هو أن يكون هذا الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون متقيا؟ وربما حتى إذا كان سؤال آخر إذا كان تسمح شيخ، ربما يرى منكرا وهو يعتقد أنه منكر ولكن قد يفعله في سره أو غير ذلك، فهل معنى هذا إذا كان يفعل ذلك المنكر ورأاه لا يأمر به؟ تفضل شيخ. بارك الله فيك. والله يا شيخ لي في هذا سؤال مهم جدا، خاصة لمن ربي سبحانه وتعالى زرع في قلبه حب تقديم النصيحة للمؤمنين، وخاصة للي هو يعني في مجال الدعوة إلى الله أنه يخطب في الناس أو يدرس للناس أو يعلم الناس أمر دينهم. العلماء تكلموا في هذه الجزئية، هل يشترط في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أنه يكون ما يأمر به أو ما ينهى عنه أنه هو ما يقعش فيه ذلك الزلل؟ العلماء قالوا إن ذلك ليس شرط، ليس شرط، وإنما الذي يشترط هو أن لا يكون ذلك الإنسان مصر على ذلك الذنب إذا كان هو يقع فيه. لماذا؟ لأنه لا يخلو إنسان من ذنب ولا يخلو إنسان من تقصير. فلو أنه لا يجوز لأحد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا إذا سلم من الذنوب وكل المعاصي اللي هو سيأمر بها أو ينهى عنها، قالوا لما وعظ الناس أحد، لأنه كل الناس كل بني آدم خطأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: يا بني آدم كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. وإنما اللي هو يقدح في الإنسان ونهى عنه ربي سبحانه وتعالى في قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، قالوا المراد بهذا هو أن يأمر الناس أو ينهاهم وهو يقوم بتلك المعاصي وهو مصر عليها. فإذا كان الإنسان مصر على معصية ويجي يأمر الناس يعني بأن يبتعدوا عنه هو نفسه يفعله وهو مصر عليها، هذا يقدح، يعني لا يليق به أن يكون على هذا الحال، وهو معنى قول الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. وأيضا معنى قوله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. بمعنى أن الإنسان ينبغي أنه إذا كان هو بشيجي يعظ الناس ولا يأمرهم ولا ينهاهم عن شيء معين، ينبغي إذا كان معصية بش ينهى عنها الناس، مثلا بش ينهى الناس عن الغيبة، ونأخذ مثال الغيبة، الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ أنا مانيش نكذب عليه. قال: إن كان فيه فقد اغتبته، ما دام ذكرت عيبه مش محذاك. هذا في الغالب فما بشر ممكن يسلم من هذا؟ صعيب يس، صعيب صعيب يس. إذا كان سيدنا أبو بكر الصديق كان يمسك بطرف لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، موارد رضي الله عنه. وسيدنا عبد الله بن مسعود وهو من هو يقول: والله ما على وجه الأرض شيء أحق أن يسجن من لساني، من لسان. إذا كان هذا أولئك الصحابة العظام ومبشرين بالجنة يقولوا هك، يعني على حساب هكا يولي ما لا حتى سيدنا أبو بكر وسيدنا عبد الله بن مسعود ما عاش حتى حد يأمر به، ما يقول الناس ما تغتابوش. وإنما إذا وقع من الواحد منا في المعصية ينبغي أن يندم،
فإذا ندم وتاب من ذلك الذنب لا مانع بعد ذلك أنه هو يأمر الناس أن يبتعدوا عن ذلك المنكر. وهنا يحضرني في هذا السياق سي خليفة في تفسير ابن كثير, تفسير القرآن العظيم لابن كثير, ذكر في تفسير قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون, معنى وقع لأحد العلماء. شنو المعنى هذا؟ قال كان, ذكر سيدي ابن كثير, قال كان أبو عثمان الحيري وهو عالم زاهد, قال جلس في مجلس الوعظ والتذكير اللي هو كان متعود به, كما يقولوا عالم كان عنده حلقة علمية وتلاميذ قاعدين قدامه, فلما جلس ليعطي الدرس كعادته صمت صمتا طويلا على خلاف عادته, يعني خذاه حال قعد ساكت ما نجم يتكلم حتى كلمة, حتى تلاميذه يعني أصابتهم هيبة, يعني ولت هيبة في المجلس, عليه الشيخ قعد باش يدرس سكت ما تكلم حتى شيء. ثم بعد صمت طويل ذكر بيت شعر, ايش قال؟ قال يعني يتكلم على نفسه, قال وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي والطبيب مريض. ثم أجهش بالبكاء وبكى كل من في المجلس وانفض المجلس وانتهى. هيك هيك الدرس, هيك هو الدرس. حس أنه مقصر, حس أني أنا جاي نعلم في الناس ونعلم فيهم في الإيمان وفي التقوى وكذا, وأنا كما نقوله بالعامية حاجكم متاخ, وهو ربما ما يكونش كيف هكا, يعني ولكن نرى نفسه, يعني هو يرى روحه هكا, يرى روحه هكا. نعم, نعم. معناه شوف لهنا أحوال العلماء الصالحين كيفاش كانوا يحاسبوا أنفسهم محاسبة شديدة, ويرى روحه معناها أنه ليس أهل, ويرى روحه. يعني شوف أنا لو ناخذ مثال على هذا, سيد الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وهو من هو في العلم, يعني الخلفاء اللي عاشوا في زمانه ألزموه بأن يتقلد منصب القضاء ومع ذلك رفض. كان يرفض, يقولوا له كيف ترفض؟ يقول لهم لست أهلا. يقولوا له إذا كان أنت مش أهل ما لشكون اللي أهل باش يمسك القضاء؟ قال لهم لا والله أنا لا أرى نفسي, قال لهم أنا لا آمن نفسي على نفسي في حال الرضا, فكيف آمنها على حال الغضب وأني أنا أقضي بين الناس؟ فقال له الخليفة إنك أهل ووالله إنك لكاذب وكذاب. قالوا إذا كنت تقر بأني كذاب فالكذب يقدح في العدالة, فإذا لا أصلح أن أكون قاضيا. وإلى أن مات لم يمسك منصب القضاء. هنا يعني جبت الكلام هذا, يعني سيدي أبو حنيفة هو أكيد يعرف روحه أنه هو عالم وعنده علم, لكن هو لا يرى نفسه أهلا لمنصب القضاء, بمعنى أنه يخاف أن يضل وأن يزل وأن تغلبه نفسه وأن يتبع الهوى. كيف لا ورب العزة يقول في شأن نبي الله داود وهو قرآن يتلى إلى يوم القيامة, يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله, إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. إذا كان ربي سبحانه وتعالى يعظ نبي من أنبيائه بهذا الوعظ الشديد, فماذا يقول أبو حنيفة عن نفسه؟ ما شاء الله, شفت رضي الله عنه. ما شاء الله. ما إذن البيت اللي قاله سيدي أبو عثمان الحيري الزاهد, قال في نفسه, قال وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي والطبيب مريض. ممتاز. هنا ملاحظة طوى تبادر لذهني سؤال شيخ مش جنس محمد زاد عنده إضافة, لكن السؤال هذا أبو حنيفة امتنع عن القضاء نعم وخاف على نفسه نعم, وهذا الإنسان اللي هو عنده مقدرة في ميدان ما نعم ويمتنع نعم وربما يعني يأخذ ذلك المنصب أو ذلك المهمة شخص جاهل أو لا يعرف الأمر هذا نعم, خاصة احنا عندنا ساعات في المساجد يتغيب الإمام الخامس نعم وجو المصلي, وفيهم اللي هو أدرى بأحكام الصلاة في التلاوة في كل شيء في أحكامها في غيرها والبقية ما يعرفوش هالأشياء هذه, يجوا يقدموه يرفض يقول لك ما تقدمش, وربما يقدموا واحد آخر اللي هو ما هو شيء أدرى بأحكام الصلاة وغيرها وغيرها, فهذا الذي يرفض وهو قادر على ذلك لا يأثم؟
بارك الله فيك، هذا سؤال مهم جدا سي خليفة ربي يبارك فيك. هو شوف لهنا سيدي أبو حنيفة رضي الله عنه حين امتنع يعلم أن في الأمة من هو أهل للقضاء وسيأخذ هذا المنصب، لأنه العالم هو إذا امتنع وسيؤدي هذا الامتناع إلى أن تضيع حقوق الناس وكذا، هذا يولي يتعين عليه. ولكن أبا حنيفة رضي الله عنه أولا هو لا يرى نفسه أهلا، ولكن يعلم أنه حين يمتنع هو هناك غيره كثير في ذلك الزمان من يستطيعون أن يقوموا بهذه المهمة، فهو لا يرضى لنفسه أن يمسكها من هذا الباب. أما إذا كان الإنسان يعلم أنه هذا سيؤدي إلى أن تضيع مصلحة شرعية أو أن يضيع حق للناس أو أنه لا يوجد من فيه الكفاءة العلمية، فهنا يتعين عليه أن هو أن لا يتأخر، يعني لا ينبغي حينئذ الرجوع إلى الوراء. يعني هذا حتى نجمع بين ما ينبغي في هذا المقام وفي ذلك. بارك الله فيك شيخ محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هنا سي خليفة حبيت أن أجيب عن سؤال يمكن يطرح من بعض السادة المستمعين، يقول أنا كيف أصل إلى مقام التقوى، كيفاش مش نوصل لهذا المقام ذا؟ أول أمر المؤمن مطالب به هو صدق النية مع الله عز وجل. الإنسان وقت اللي يحب يوصل للمقام من المقامات ومقام القرب من الله عز وجل يجب أن يكون صادقا في نيتي، معناه أنا يقول أنا نحب نولي من المتقين، يلزم الساعة بقلبه يقينا يكون عنده نية صادقة أن يصل إلى تلك المرتبة وهي مرتبة الصالحين. وهذا دليل قول الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. أنت تقدم في الطاعة وتبعد عن ما حرم الله وتسعى إلى الخيرات، فبإذن الله عز وجل ربي مش يزيد يعاونك ويأيدك، هي مسألة صدق. ذلك الصحابي الذي كان في غزوة من غزوات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي وزع في الغنائم، جاء مش يعطي لها الصحابي هذا النصيب متاعه. أش قال له الصحابي هذا؟ قال له يا رسول الله ما على هذا اتبعتك، ما اتبعتكش باش ناخذ الغنائم من 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 الغزوة، ولكن اتبعتك على أن أقاتل في سبيل الله، فأقتل فيدخل سهم منها هنا ويخرج منها هناك، أو كما قال عليه السلام. خليه النبي صلى الله عليه وسلم تخلى المعركة، يعني ما أخذش نصيبه من الغنيمة، ما أخذش نصيبه من الغنيمة وتخلى ساحة المعركة وبدأ يقاتل الصحابة ذلك. بعد ما لوجوا عليه الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لوجوا عليه فلان الفلان، مشاو قالوا له يا رسول الله قد قتل، مات في سبيل الله، مات والسهم دخلوا أين أشار بيدي. إش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صدق مع الله فصدقه الله. صدق مع رب العزة، نية الصدق بإذن الله هي أول مقام في أي أمر من أمور الدنيا. سي خليفة هل يدخل في حسن الظن؟ ماله أي أمر من أمور الدنيا يكون الإنسان صادق باش يوصل للغاية متاعه بإذن الله عز وجل لن يخيب. أنا عند ظن عبدي بي ماله. فالصدق، وهذا وقع في حياة الأنبياء عليهم السلام، قصة سيدنا موسى عليه السلام، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. إش قال سيدنا موسى؟ فرعون وجنوده وراء ظهره والبحر أمامه. قال وقت اللي راوا أصحاب موسى بني إسرائيل يغزروا الفرعون وجنوده قالوا إنا لمدركون، ما عادش أنا راوا فيهم مش يخلطوا علينا ومش يقتلون. قال كلا إن معي ربي سيهدي. شوف قوة الثقة بالله واليقين في الله عز وجل. وهذا مش غريب على سيدنا موسى، حتى مع أمه وقت اللي تولد سيدنا موسى وهو مازال رضيع، أش قال المولى جل وعلا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. المفسرين قالوا هذه الآية فيها نهيان وأمران وبشارتان. شنو ما الأمران؟ أن أرضعيه. توا فرعون وقت اللي قال رو كل وليد مش يتولد مش نذبحه، بعد مشاولوا بني إسرائيل قالوا يا فرعون راكي مش تقتل أنت بني إسرائيل، كل شكون مش يخدمك؟ نعم. قال باهي نذبح عام وعام ما نذبحش. سيدنا موسى وقتاش يتولد؟ يتولد فك العام اللي مش يذبح فيه. سبحان الله. وإذا به رب العزة سبحانه وتعالى تولد أم سيدنا موسى، وإذا به يقول رب العزة وأوحينا إلى أم موسى في العام اللي هو يذبح في العام اللي مش يذبح فيه أن أرضعيه، رضع ولدك.
ولا تخافي ولا تحزني. لا تخاف، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. الأمر الثاني قال لها ارمي. اتصور أنت أم ترمي جنينها في بحر لا قرار له، تحطه في صندوق ولا شنو وترميه فك البحر ذاك، فألقيه في اليم. النهيان قال ولا تخافي ولا تحزني، لا تخاف ولا تحزني، البشارتين إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. يمشي كل الصندوق ذاك، فالتقطه آل فرعون، مرض فرعون، قتلوا يا فرعون ما جابتش الصغار، قيل أنا لم تأتي بالولد، نحب الرب يرضي هذا، تهزوا مش ترضوا. يجيوا المرضى عمتاع البلاد ذيك كاملة مقبل حتى مرضعة منه. فقالت أخت، وأخت سيدنا موسى كانت تخدم في قصر فرعون، هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم؟ أنا نجيب لكم امرأة اللي يقبل منها واللي هي مش ترضوا. جابت أمها، ترضع سيدنا موسى وتزيد تاخذ عليه الأجر وتاخذ عليه الفلوس. أه؟ وقت اللي اخذت عليه الفلوس إنا ردوه إليك، أنا البشارة رجعه الله تعالى إليك وجاعلوه من المرسلين. ومن بعد يولي سيدنا موسى نبي عليه السلام. فالصدق مع الله يوصل بها المؤمن إلى أعلى الدرجات. وصلت المقام الصدق اللي أنت تحب تكون من المتقين، كن مع الله يكون معك، كن صادق مع ربي توبي حوله ربي يكون معك. ثم فما أعمال تزيد تأكدك الصدق متاعك اللي في قلبك. الصدق ذاك يجب كما قال الحسن البصري، قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. إن أقواما قالوا إننا نحسن الظن بالله كذبوا على الله، لو أحسنوا الظن لا أحسنوا العمل. لا أحسنوا العمل. شنو هو العمل المتقي يلزم يكون؟ الآيات لا تحصى ولا تعد. نحن باش ما نطولوش برشا، هي فما آية تلخص هالمعاني هذه الكل في الطاعات وفي المعاملات. قول الله عز وجل سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها، مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أشكون هما المتقين؟ الذين ينفقون في السراء والضراء. أول أمر بعد الطاعات وبعد العبادات وبعد الصيام وبعد الصلاة وكذا، الذين ينفقون، حالك مع الخلق في النفقة. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. علاش يقول قائل هالمقام ذا يذكر رب العزة اللي هو مقام كظم الغيظ؟ خطر قوي على النفس. تو يجي إنسان مثلا يذيك وإلا يعمل لك، تقول لا والله لنسامحه وأنا ذي ما عمل معايا وعمل معايا. تحب توصل لمقام المتقين يلزمك تعفو عليه كما قال لك رب العز، تعفو عليه. يجيك وبالخصوص كيف يجي هو يزيد يطلب منك السماح، أنت ما عادش عندك حتى عذر آخر. معناه هو جاء طلب رد المظلمة متاعك وقال لك سامحني، وإلا ولا غلطت معك في كلمة ولا قال لك كذا، مش لازم تشد البس. وهذا الشهر ذي شهر التراحم والعطف والعفو عن الناس والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هنا فما نقطة هامة ديما يعلمها لنا سيمون ربي يبارك له في الآية ذي، وردت أن وراه مقام المتقين ما يمنعش أن الإنسان يخطئ وأن يقوم بالمعصية. لكن شوف رب العزة اش قال، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، كل إنسان ينجم يخطئ. من شنو الدواء؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلموا. أوكي، اللي يقدح هو الإصرار كما قلنا سابقا، الذي يأمر وينهى. نعم. في هذا سي محمد بارك الله فيك، هو في التقوى هذه فيها حتى الخطأ فيه علاج وفيه وقاية. وهذا العلاج عند المتقين وكذلك الوقاية عند المتقين. مثلا في الوقاية وقت يقول رب سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قبل حتى كتحدثوا نفسه مثلا، وإلا مش تدفعوا في قبل ما يوصل لمرحلة الخطأ يتقي الله. تقريبا مواقف كثيرة في هذا الأمر، أن الإنسان كيف يتجنب هك الوقوع في المعصية قبل أن يقع فيها.
والآية اللي ذكرتها طوى اللي هي العلاج، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، يعني بدأ سارعوا إلى مغفرة من ربكم. يعني هي معطوفة عليها الآية، يعني هم المفسرين قالوا يعني وعدت المتقين ينفق في السراء والضراء كاظمين من الغيظ وعافين عن الناس والذين إذا فعلوا فاحشة. أيوة معطوف، يعني معطوف عليها تشمل المتقين، قد يقع في قد يقع حتى في كبيرة من الكبائر، ولكن أن والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله عادوا من قريب فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لذلك إحنا تكلمنا منذ قليل على أن اللي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قلنا ينبغي أنه هو ما يكونش مصر على تلك المعصية، لأنه إذا كان هو مصر عليه، يعني إنسان مثلا لا سمح الله مصر على شرب الخمر وما يتوبش منه ويجي الناس يقول له ما تشربوش الخمر، هذا يخشى على نفسه الوقوع في لعنة الله والعياذ بالله. أما إذا كان هو تغلبه نفسه فيندم ويتوب ويقول الناس خافوا ربي راه هيك معصية راني نعملها راني إذا كان نفسي تضعف، فهذا لا يقدح. وإن كان العلماء ذكروا أنه من كمال الإيمان ومن كمال التقوى أن الإنسان يعني الأمر اللي بيش يأمر به يكون هو يفعله والأمر اللي بيش ينهى عنه يكون هو بعيد عنه، هذا الأكمل. نعم هذا هو الأكمل، يعني ولكن ليس هو الواجب. ولذلك من الطرائف سخليفة في هذا المقام أحد العلماء في الزمن اللي كان فيه المماليك والعبيد، كان فما عبد مملوك يجي هو السيد متاعه يصلي الجمعة عند أحد الأئمة في زمان قديم، وكان السيد هذا اللي يملك العبد هذا كان يعني عنده امتثال كبير لما يأمر به هذا الشيخ وينهى عنه. فيعني إذا الشيخ هذا يقول كلمة السيد متاع السيد هذا يمشي يعملها، ينهى عن كذا يمشي يتركها. فهو قال مدام هو السيد متاعي يعني يسمع كلام الإمام هذا ومقتدي به، مشاله قال له يا إمام راني أنا عبد مملوك وراو السيد متاعي ديما يجي يحضر لك، جيب لنا موضوع خطبة تبين فيها كيف أن الشرع يحس على عتق الرقاب، خلينا نولي حر لوجه الله. شوف كيف يا جا. قالوا باي إن شاء الله، إن شاء الله تو نجيب خطبة. برق عاد يستنى جمعة داخل أو جمعة خارج والراجل ما جابش الموضوع. بعد كما نقولوا عامين ولما مدة طويلة جدا جاب الإمام خطبة على الفضل من يعتق الرقاب وأنه من يعتق رقبة في سبيل الله يعتق الله بكل عضو منه عضو من النار وكذا. خرجوا من الخطبة السيد التفت للعبد متاعه وقال له أنت حر لوجه الله. فالعبد فرح أنه تعتق. بعد مشي للإمام قال له يا إمام تو أنا عندي كما نقولوا عامين من اللي قلت لك جيب لنا الموضوع، علاش وخرت علينا توخذ كل ولا راني حر تو عندي عامين. قال له يا هذا عندما طلبت مني هذا الطلب لم أكن أنا هذا الأمر قد قمت به، فبقيت أجمع المال حتى ملكت مال عبد واشتريت عبد ثم أعتقته ثم خرجت على الناس لأمرهم أن يعتقوا الرقاب. شوف لهنا معناه هذا كمال. هذا هو الأفضل يعني في العالم أن يكون عالما بعلمي. وذلك علاش يروى أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقى 8 سنوات حتى يحفظ سورة البقرة، ليس لعجز في ذاكرته رضي الله عنه وإنما لأنه قالوا كان لا يحفظ آية إلا أن يعمل بها، لن يعمل. فالعمل وهذا اللي هو يخلي العالم هيك هو الإخلاص، لأنه التقوى هيك علامة الإخلاص. والعالم إذا كان مخلصا يتكلم بإخلاص، إيش معناه؟ يعني هو في المستوى متاع اللي قاعد يتكلم فيه ربي سبحانه وتعالى يجعل في كلامه قبولا في أذان الناس، يعني يولي كلامه مسموع نتيجة أنه هو يتكلم عن حال. ولذلك الإمام الحسن البصري رضي الله عنه في زمانه كانوا يعني كان لقي حظوة كبيرة جدا بين العلماء، فحتى العلماء هكا تحركت فيهم شيء من الغيرة، قالوا له يا إمام طيب أنت تأمر الناس وتنهاهم يمتثلوا أمرك وإحنا نقول لهم حاجة ولا نهيهم على حاجة معناها ما يستجيبوش، فلماذا أنت بربع كلمة الناس يستجيبوا لك وإحنا ما؟ فهذا اللي قالوا الإمام الحسن البصري، فبماذا أجابهم؟ قال لهم رضي الله عنه قال لهم ليست النائحة الثكلى كالمستأجرة.
ليست النائحة الثكلة كالمستأجرة. يعني أكرمكم الله، الثكلة هي المرأة اللي فقدت ولدها المجاعة موجوعة، معناها وقت اللي أنت تسمحها تبكي على ولدها ولا على بنتها اللي مات، يعني من بكائها يتقطع قلبك لحالها، لأن هي تبكي بحال بصدق، يعني لأن مطعونة هي. نعم. فلهنا الإمام الحسن البصري حب يبين لهؤلاء العلماء، يعني أصدقوا مع ربي وخلي تو الكلام تاعكم يخرج بإخلاص، تو يلقى أذان واعية بإذن الله. فهذا يعني من معاني يعني الإخلاص، اللي هي أيضا مردها إلى التقوى. ذلك علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت، وأن التقوى هي جماع خصال كبيرة في هذا الدين. نعم. بارك الله فيك شيخ. بطبيعة الحال هو القول عنده تأثير، ولكن السلوك في الداعية إلى الله تعالى الذي يأمر بالمعروف لابد أن يكون سلوكه مطابقا لقوله لفعله، والناس تلاحظ تعرف، خاصة إذا كان هو داعية ولا يكون شيخ ولا يكون إمام. أنا مرة في معتمدية من المعتمديات شيخ الدار يجيها يخلي الكشتة والجبة والواحد في الجامع، عاد يجي على بسكليت ولكن يلبس لباس رياضي ويلبس الكشتة في الدار، عاد يشق، قالوا لي دي كيفاش هذاك الشيخ لابس كسوة رياضية سيرفاتمون، نقولوا احنا قلت لهم يا اخي هي محرمة، يعني لاحظوها كأنها شيء رغم انها ما فيهاش عيب ربما ما فيهاش. فالسلوك عنده دور كبير جدا. انتهينا من هذه الحلقة الأولى من نفس العنوان التقوى. بطبيعة الحال لنا حلقة أخرى إن شاء الله تتعلق بالتقوى كذلك، فرب يتقبل من الجميع. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام، وطهرنا من جميع الذنوب والآثام، وأدخلنا الجنة بسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصيام جنة، الصيام جنة، موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على أمواج الحياة فام. الصيام جنة.